مرحبا بكم متابعي قناة LCSTV الأوفياء. دولة المكسيك كتعتبر من أكثر البلدان إنتاجاً لمواهب رياضة الملاكمة على الإطلاق، ماشي غير المواهب فقط وإنما حتى الأساطير، على سبيل المثال خوليو سيزار تشافيز، خوان مانويل ماركيز، ماركوس أنطونيو باريرا، إيريك موراليس، سالفادور سانشيز، ولا بقينا كنذكروهم ما غاديش نساليو اليوم. ببساطة المكسيكيون عندهم شغف كبير بزاف برياضة الملاكمة وكيحترفوها في أمريكا نظرا لعامل القرب الجغرافي من الولايات المتحدة الأمريكية. كيف ما كنعرفوا أن أمريكان هي بلد الملاكمة الاحترافية بامتياز، وإلا كان عندك مستوى جيد في رياضة الملاكمة فكيمكن لك تحصل على شهرة واسعة وأموال طائلة في فترة وجيزة. داكشي علاش المكسيكيين أغلبيتهم عندهم دافع احتراف الملاكمة في أمريكا. سانتوس ساول ألفاريز باراغان، المشهور باسم كانيلو ألفاريز، هو أشهر ملاكم مكسيكي في الفترة الحالية، كيبلغ من العمر 27 سنة وكيلعب في الوزن المتوسط. بدأ الاحتراف في رياضة الملاكمة من سنة 2005، قدر لحد الآن يخوض 52 نزال، 34 من هذه النزالات فاز فيهم بالضربة القاطية. حاليا هو أفضل وأشهر ملاكم في الوزن دياله، وأيضا من أغنى الرياضيين في العالم بثروة تقدر ب 40 مليون دولار أمريكي. مستوى خرافي جدا كيمتاز به ألفاريز، ما خلى حتى ملاكم يقدر يبان قدامه، وأصبح هو المسيطر الوحيد على الوزن. اللي كيتسائل على الخسارة الوحيدة اللي عند كانيلو ألفاريز فهي كانت أمام الأمريكي فلويد مايويذر. فلويد بطبيعة الحال كان في أوج العطاء دياله مقارنة مع ألفاريز اللي كان مازال ما ناضش تكتيكيا لمواجهة مايويذر. كنظن أن مايويذر لو واجه ألفاريز في الفترة الحالية فغادي يكون كلام آخر، لأن ألفاريز تطور بشكل كبير جدا عن الفترات السابقة. حاليا كل شيء كينتظر المواجهة بين كانيلو ألفاريز والكازاخستاني جينادي غولوفكين. النزال الأول اللي داز بيناتهم تعتبر أفضل نزال ملاكمة سنة 2017 حسب متابعي الملاكمة. حسب رأيي الشخصي فهو من بين أفضل النزالات اللي شفتهم على الإطلاق. كانيلو ألفاريز ظاهرة عالم الملاكمة ومن أفضل الملاكمين اللي دازوا في المكسيك وعالم الملاكمة بأكمله، عنده شعبية جارفة وتأثير كبير في الناس، وهذا الشيء اللي غادي يسمح ليه باش يكون أسطورة حقيقية في المستقبل، لأن البطل ماشي مجرد مستوى أو أموال وإنما مسألة شعبية وحب عند الناس ورسالة هادفة في الحياة. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ما تنساوش متابعة القناة ووضع زر الإعجاب. كان معكم أمين، إلى اللقاء.